بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بطلابي الأعزاء لمراجعة هيكل الصف السابع لمادة الرياضيات الجزء الورقي. نبدأ على بركة الله. بالنسبة للجزء الثاني أو الجزء الورقي، سيتكون من 6 أسئلة ولكل سؤال 6 درجات إلى 10 درجات. The first question، السؤال الأول: solve each inequality graph the set on the number line. فهنا لازم نحل الـ inequality ونرسم بعد ذلك الحل. بالنسبة للسؤال الأول، طريقة الحل للمتباينات راح تكون عندي بنفس طريقة حلي للمعادلات. فهنا بالنسبة للسؤال الأول أبحث عن الفاريبل حيكون عندي الإكس، والإكس راح يكون عندي في الـ left hand side أو في يسار عملية التباين. فلازم أتخلص من الثلاثة عشان في النهاية يكون عندي حل المتباينة. فعشان نتخلص من الثلاثة، الثلاثة مضروبة في الإكس، فحنستخدم الإنفرس أوبريشن أو العملية العكسية. فعكس عملية الضرب عملية قسمة، فسأقسم الثلاثة في الطرفين. نتذكر دائما أي عملية حعملها في جهة من جهات اليساوي لازم أعمل نفس العملية في الجهة الأخرى حتى تكون عندي المتباينة متعادلة. So 3 divided by 3 is 1، فحيتبقى لي فقط x greater than x أكبر من 12 divided by 3، حيكون عندي 4. بالنسبة لعملية الرسم، نلاحظ أن المتباينة لا توجد عندي عملية يساوي، فحتكون عندي الدائرة دائرة مفتوحة. فحتحرك عند 4 ورح تكون عندي دائرة مفتوحة، وأنظر مرة أخرى إلى الx راح تكون في اتجاه الأكبر، لأن الx is larger أو greater than 4، دائما الاتجاه الأكبر راح يكون باتجاه اليمين. So this is the graph of the solution، هذا راح يكون حل solution. بالنسبة للسؤال التالي بنفس الطريقة، حبحث عن الفاريبل حيكون عند الx، والx مضروب في ال 12، فلازم أتخلص من ال 12، هتخلص عنها بالإنفرس operation عكس عملية الضرب عملية قسمة. فحقسم بال 12 في الطرفين، so 12 حتروح مع 12، راح يتبقى لي x less than أقل من 60 divided by 12، حيكون عندي 5. ونركز في الطريقة اللي حنقرأ فيها المتباينة، دائما أنا حركز في الفاريبل، ولاحظ أن الفاريبل x أقل من أو يساوي 5. فبما أن في عندي في المتباينة يساوي، الدائرة راح تكون عندي مغلقة عند 5، واتجاه الإكس طبعا حيكون اتجاه الأقل من، فاتجاه الأقل من راح يكون عندي في left hand side بهذه الطريقة. question number 3 حيكون عندي بالنسبة للسؤال الثالث، بنفس الطريقة هبحث عن الـ variable x، هتخلص من 7، فحقسم في 7 في الطرفين، فحيكون عندي 7 قسمة 7 1، فحيتبقى لدي فقط الـ x less than أقل من أو يساوي سالب قسمة موجب. طبعا الجواب راح يكون سالب لأن الإشارات مختلفة، 14 قسمة 7 راح يعطيني الجواب 2. فهنا مرة أخرى السيركل will be closed عند السالب 2، والإكس راح يكون باتجاه الأصغر لأن الإكس is less than، اتجاه الأصغر دائما راح يكون عندي to the left. And the last question، السؤال الأخير راح يكون عندي بنفس الطريقة، حتخلص من 0.25 لأنها مضروبة في الإكس عكس الضرب قسمة، حقسم بالزيرو 0.25، وأيضا هنا حقسم بال 0.25. These two number will cancel out، حيتبقى ال x greater than or equal 2 قسمة 0.25، I will have 8. وممكن أحول هذه عملية القسمة إن لازم يكون عندي الديفايزر أو العدد اللي أقسم فيه whole number
فححرك الفاصلة مرتين باتجاه اليمين، وأيضا ما أنسى أني أحرك الفاصلة هنا باتجاه اليمين مرتين، فكأني عملية القسمة حتتحول عندي 200 to 100 قسمة 25، والجواب حيطلع معي 8. طبعا الدائرة راح تكون مغلقة عند 8، وطبعا اتجاه الـ X هو اتجاه الأكبر أو الـ greater than، فمعناها my solution will be this. أيضا استكمالا لنفس السؤال، إذا أعطاني أن العدد المضروب في الـ X decimal number بنفس الطريقة لازم أتخلص منه، بما أنها عملية ضرب عكس عملية الضرب قسمة، فحقسم الطرفين في 1.1. فهنا 1.1 والكانسل اوت، فحيتبقى لي الاكس less than اقل من سالب قسمة موجب، الجواب راح يكون عندي سالب 4.4 قسمة 1.1، حيكون عندي الجواب نيجاتيف 4، فمعناها الحل راح يكون بهذه الطريقة، الدائرة راح تكون عندي open circle عند السالب 4، وحتكون باتجاه الاكس اقل من السالب 4، فمعناها باتجاه اليسار. السؤال السادس بنفس الطريقة، لكن هنا نلاحظ ان الستة والاكس العلاقة والعملية اللي تربط الاكس بالستة هي عملية قسمة، فعشان اتخلص من الرقم ويكون عندي الاكس الون الاكس لحالها لازم اتخلص من الستة. كيف؟ عن طريق عكس العملية، فأنا عندي عملية قسمة، عكس عملية القسمة هي الضرب، هضرب في ستة في الطرفين، فال6 will go out with the 6، حيتبقى لي x greater than x أكبر من أو يساوي 2 ضرب الستة 12. أرجع مرة أخرى أرسم المتباينة، بما أن المتباينة أو الانيكواليتي I have an equal عندي علامة اليساوي، الدائرة راح تكون مغلقة عند ال 12، وحذهب باتجاه الأكبر. أنا دائما أركز مع الفاريبل، الفاريبل عندي باتجاه الأكبر فمعناها لازم يكون أكبر من 12، هيكون دائما الاتجاه الأكبر باتجاه اليمين. بنفس الطريقة السؤال نمبر 7 هتخلص من الاثنين عكس عملية القسمة ضرب، فحضرب في الطرفين باثنين multiply by 2، 2 will cancel out with 2، هيتبقى لي x أكبر من سالب 4 ضرب 2 سالب 8. مرة أخرى هذهب إلى السالب 8 والدائرة راح تكون عندي open circle، حتكون باتجاه الـ x أكبر من، اتجاه الـ x أكبر من طبعا راح يكون عندي باتجاه اليمين. هذا السؤال ممكن تعملوه as a homework، لكن في النهاية لازم يطلع معاكم أن الـ x is less than 15، يطلع معاكم الدائرة طبعا دائرة مفتوحة والـ x أقل من، فمعناها بتكون عندي باتجاه اليسار. وأيضا في بعض الأحيان هنا أيضا بعض الأمثلة، لكن الطريقة راح تكون عندي بنفس الطريقة. Question number 2: Write the two-step equation in a form of bx plus q plus r. Use the inverse operation. بالنسبة لهذا السؤال لازم نترجم المسألة الكلامية إلى معادلة رياضية بهذه الصيغة، صيغة b أو الـ coefficient عدد ضرب الـ b زائد الـ q والـ r، فحيكون عندي الـ b والـ q والـ r عبارة عن أعداد. فلو قرأنا السؤال الأول، هيرمس earns $6 an hour، في شخص اسمه هيرمس يكسب $6 للساعة الواحدة for babysitting. He wants to earn at least، معنى كلمة at least وأركز في الـ at least لأنها راح تكون عندي عبارة عن inequality، at least معناها على الأقل، معناها inequality راح تكون عندي أكبر من أو يساوي، فأنا حددت الانيكواليتي وهذا جزء مهم من الحل. At least 168 for a new video game system. Determine the number of hours. فهنا طالب مني أني أحدد عدد الساعات he must babysit عشان يوصل للهدف اللي هو 168 او ال 168 دولار اللي هو عايز يجمعه. طبعا المبلغ اللي راح يكسبه خلال عمله في البيبي سيتنج راح يكون عدد الساعات المجهول، هسميها h
ضرب المبلغ في الساعة الواحدة. So في الساعة الواحدة راح يستلم 6 دولارات ضرب عدد الساعات H. So 6 ضرب ال H اللي هي 6 H. حتكون عندي at least على الأقل 168. فهنا بهذه الطريقة أستطيع أني أحل لهذا السؤال. حبحث عن قيمة ال H اللي تحقق لهذه المعادلة. فلازم بما أن الستة مضروبة في ال H هتخلص من الستة عشان يكون عندي ال variable alone، فحقسم على ستة في الطرفين، فالمعادلة راح تكون عندي H لازم تكون على الأقل at least 168 divided by 6 اللي هي 28. فمعنى هذا الكلام أن هيرمس لازم يعمل عدد ساعات أكبر أو يساوي 28، يعني من 28 and above. ولو عايز أرسم solution هذه هي 28، الدائرة راح تكون عندي دائرة مغلقة وحذهب باتجاه الأكبر اللي هو باتجاه اليمين. Question number 2. Becky wants to buy some fish from her aquarium. She has $20 to spend on the fish. عندها $20 عشان تشتري فيهم سمك. And the fish cost 2.5 each. كل سمكة عايز تشتريها صغير راح تكلفها $2.5. Determine how many fish Becky can afford. كم قيمة الفيش اللي ممكن بيكي تشتريه. فأنا عارف إن المبلغ النهائي اللي عند بيكي راح يكون $20، فلا يجوز إن تتجاوز هذا المبلغ. فهنا الإنكواليتي أو المتباينة اللي راح تناسب هذا السؤال اللي هي لازم تكون عندي أصغر من أو تساوي $20. أيا كان اللي حتصرفها بيكي whatever she will spend لازم يكون عندي أقل من أو يساوي $20. طب الآن what she will be spending، الصرف بالنسبة لبيكي راح يكون عندي عايزة تشتري سمك، فعدد الأسماك مجهول عندي. Determine how many fish هو طالب عندي في السؤال، فممكن أسمي عدد السمك اللي حتشتريهم F وحضر بالF عدد السمك في سعر السمكة الواحدة اللي هي $2.5، فحيكون عندي 2.5 ضرب عدد الأسماك F، هذا راح يكون المبلغ اللي حتصرفه في المحل، لازم يكون عندي أقل من أو يساوي 20. هنا حيكون عندي one step inequality أستطيع أن أحلها. فعشان أوجد عدد السمك اللي ممكن تشتريهم $20 هتخلص من 2.5، حقسم بال 2.5 في الطرفين، في النهاية راح يكون عندي ال F is less than or equal 20 قسمة ال 2.5، يطلع معي الجواب 8. فمعناها أقصى حد من السمك she can buy is 8 or less. فهنا حيكون عندي 8، تكون عندي طبعا الدائرة مغلقة هتكون أقل، يعني ممكن تشتري سمكة 2-3، أقصى عدد من السمكات اللي ممكن تشتريهم هيكون عندي 8. فدائما وأبدا نقرأ السؤال ونحدد الـ inequality ونحدد العلاقة في المعادلتين. سؤال رقم 3، ما زلنا في نفس situation. Sadia wants to make several batches of rolls. She has 13 tablespoons of yeast left. هذا المتبقي من الخميرة. 13 tablespoons of yeast left in a jar. And each batch، كل batch راح تعمله الكمية اللي تستخدمها من الخميرة 3 and 1/4 tablespoon. Determine the number of batch of rolls. كم عدد الرول اللي ممكن سادية تعملها. فدائما وابدا هنا طبعا الانكواليتي انا عارف ان لازم المتبقي لديها هيكون عندي 13، فايا كان اللي راح تستخدمه لازم يكون عندي اقل من 13، يعني ما يتجاوز 13، فالانكواليتي راح تكون اقل من. طب الكمية اللي حتستخدمها في طبخ الرولز راح تكون كمية الخميرة للرول الواحد اللي هي 3 و1/4
ضرب عدد الرولز اللي هو determine the number of rolls مجهول، ممكن أسميها R. فحيكون عندي 3 1 على 4 ضرب الـ R لازم يكون عندي أقل من أو يساوي أقل من 13. الآن حبدأ أحل بالنسبة للـ R، لكن في بعض simplification حابب أنا أعملهم في البداية. في البداية ممكن أحول الميكست نمبر إلى فراكشن، إلى كسر. كيف ممكن نحوله إلى كسر؟ الدينومينيتر المقام راح يكون هو نفسه، النيوميريتر راح يكون عندي حاصل ضرب الهول نمبر في الدينومينيتر زائد النيوميريتر، فثلاثة ضرب أربعة 12 زائد واحد 13، هيكون عندي 13 على 4 R أصغر من 13. الآن عشان نوجد قيمة الـ R لازم أتخلص من الـ 13 على 4، ودائما وأبدا إذا عندي كسر وأنا عايز أتخلص منه، أفضل طريقة أتخلص فيها من الكسر هو أني أضرب الكسر في مقلوبه، فمقلوب الـ 13 على 4 يكون عندي الـ 4 over 13، وما أنساش الطرف الآخر هضربه أيضا في المقلوب 4 over 13، فالأربعة رح تروح مع الأربعة، 13 رح تروح مع 13، حيتبقى لي R أقل من، هنا طبعا يكون عندي 13 رح تروح مع 13، لازم عدد الرولز يكون عندي أقل من 4 عشان الكمية 13 هذه تكون كافية. question number 4 training needs more than، فهنا سهل عليه وأعطاني الـ inequality. الـ inequality راح تكون أكبر من more than أكبر من 51 cubic feet of soil to fill her raised garden. فهي هذه كمية التربة المحتاجة لازم تكون أكبر من 51. Each bag of soil، كل bag من التربة contains راح يتكون من 1.5 cubic feet. Determine how many bag of salt أو how many bags of soil trainee needs then interpret the solution. فهنا مرة أخرى حبدأ بالإنكواليتي، الإنكواليتي راح تكون أكبر من، شو هو الأكبر من؟ كمية التربة اللي راح تشتريها تريني، كمية التربة راح تكون عدد الكيوبيك فيت في الكيس الواحد ضرب عدد الباجز من السويل أو عدد التربة. فهنا الـ bags of soil راح يكون عندي مجهول، فممكن أسميه S، فحيكون عندي 1.5 كمية في الكيس الواحد ضرب عدد الأكياس اللي هو S أكبر من greater than 51. فبنفس الطريقة هحل بالنسبة للـ S، فلازم في عندي 1.5، لازم أتخلص من الـ 1.5، فهتخلص 1.5 هقسم في الطرفين، 1.5 راح يروحوا معايا مع ال 1.5، هيكون عندي ال S greater than، ال S أكبر من. هنا نلاحظ إذا ما عندناش آلة حاسبة، طبعا في الاختبار غير مسموح استخدام الآلة الحاسبة، كيف ممكن أحل عملية القسمة هذه؟ ممكن أنا أبسط عملية القسمة بالطريقة التالية، لازم الديفايزر يكون عندي عبارة عن whole number وليس decimal number. طب كيف ممكن أحول هذه إلى whole number؟ لازم أحرك الفاصل العشرية إلى نهاية العدد، فأنا عشان أحرك الفاصلة العشرية إلى نهاية العدد معناها أحركها لنهاية الخمسة، فهذا العدد راح يتحول عندي 15. لكن بما أن حركت الفاصلة العشرية هنا مرة واحدة، لازم أحرك الفاصلة العشرية هنا أيضا مرة واحدة، والفاصلة العشرية للعدد هذا راح يكون عندي في نهاية العدد لكن لا تكتب. إذا حركتها مرة واحدة معناها أني حضيف صفر أو الأنوكسيدا زيرو، فكأني أقول 510 قسمة 15 هيكون عندي الجواب 34. So معناها she needs more than 43 bags of soil، عدد أكياس التربة اللي محتاجاها أكبر من 34 عشان يكون عندها 51 cubic feet of soil. بالنسبة لهذا السؤال you can do it as a homework أيضا، هذا السؤال أيضا you can do it as a homework، لكن بشكل عام الحلول راح تكون بهذه الطريقة. هيطلع معايا المعادلة here 1.25
t أكبر من أو يساوي 24، قيمة t راح تكون أكبر من أو يساوي 19.2. هنا بنفس الطريقة هيكون عندي ال x over 24.5 أكبر من أو يساوي 8. هيكون في النهاية ال x the solution greater than or equal 196. السؤال الثالث هيعطيني بعض الأنجلز ويذكر لي أني لازم أسميهم in four ways. So I will name the angles. فهنا طالب مني أني أسمي هذه الزاوية في أربع طرق. فهنا أسهل طريقتين هو أني أخذ الـ vertex أو رأس الزاوية وأسميها. فهنا هذه الزاوية عبارة عن الزاوية F. وأيضا بما أن حاطل الرقم 3 ممكن أسميها الزاوية 3، أو أسميها بالتو سايدز أند ذا فيرتكس، بالضلعين وأيضا رأس الزاوية. فممكن أسمي الزاوية HFG، أو ممكن أسميها GFH. ولاحظ دائما رأس الزاوية راح يكون عندي الحرف اللي في المنتصف، فممكن أسميها HFG أو GFH. FH. فهذه هي الأربع طرق اللي ممكن أسمي فيها هذه الزاوية. والآن بالنسبة للزاوية التالية What are the four ways؟ أسهل طريقتين هو أني أسميها بالرأس فقط، رأس الزاوية B فمعناها angle B، أو الزاوية واحد، أو الآن هشوف الضلعين والvertex رأس الزاوية CBA CBA أو ABC. وبكذا نكون خلصنا تسمية الزوايا. Question number 19 Identify the vertical and adjacent angle. Use them to write and solve equation to find the unknown angle. فهنا طالب مني في هذا السؤال refer to the diagram، معطيني الدايجرام التالي وطلب مني identify three pairs، ثلاثة أزواج of vertical angles. في البداية ال vertical angles هسميهم ال VA اختصارا. ال vertical angles are هي باختصار الزوايا المتقابلة في الرأس، حيكون لديهم نفس ال vertex نفس الرأس وحيكونوا متقابلين. تقريبا كل الزوايا راح يكونوا مشتركين في نفس الرأس، لكن الزوايا المتقابلة في الرأس حيكونوا أمام بعضهم البعض. ففي عندي الزاوية angle 7 and 10، عندي الزاوية 7 و 10، عندي أيضا الزاويتين المتقابلات في الرأس 12 و 9، angle 12 و angle 9، وأيضا الزوجة الأخير عندي مثلا ممكن نقول ال angle 8، الزاوية 8 والزاوية 11، زاوية 8 وأيضا الزاوية 11. كل هذول يعتبروا أزواج للـ vertical angles. هو طالب مني ثلاث أزواج، كتبنا الثلاث أزواج. الآن بالنسبة للـ adjacent الزوايا المتجاورة adjacent angle أسميهم الـ AA، ونركز معه. تعريف الـ adjacent angle أو الزوايا المتجاورة هي الزوايا تشترك برأس وضلع. فهنا مثلا إذا قلنا الزاوية 12 والزاوية 7، هل هم زوايا متجاورة؟ لو لاحظنا الزاويتين هل هم مشتركين في نفس الرأس؟ لو نلاحظ راح يكونوا عندي مشتركين في الرأس وأيضا حيكونوا مشتركين في الضلع، فممكن أسميهم adjacent angle. لكن هو طلب مني name all the adjacent angle that is adjacent to angle 10. أنا عايز كل الزوايا المتجاورة مع الزاوية 10، فأنا حركز فقط على الزاوية 10. فلو رحنا ل angle 10 هذه الزاوية 10، أول زاوية ممكن تكون عندي adjacent راح تكون عندي الزاوية 9، الزاوية 9، لأن نلاحظ أن الزاويتين أرسم مثلا this is angle 10، هذه الزاوية 10 وهذه راح تكون عندي الزاوية 9 بالأسود.
ألاحظ أن الزاويتين مشتركين في نفس الرأس وأيضا مشتركين في نفس الضلع، فمعناها أن الزاويتين هيكونوا adjacent، فعندي angle 9 وأيضا في عندي زاوية أخرى تشاركها نفس الخواص ألا وهي angle 11 زاوية 11. لو لاحظت ورسمت الزاوية 11 بالأخضر، ولاحظ أنه يشترك أيضا بنفس الرأس ويشترك في هذا الضلع، فمعناها 11 and 10 are adjacent. الزوايا المجاورة للزاوية 10 هي 9 و 11 فقط. أيضا بالنسبة للسؤال التالي بنفس الطريقة، طالب مني الـ vertical angles أو الزوايا المتقابلة بالرأس، فعندي أول زوج 1 و 4 so vertical angles راح يكونوا كالتالي angle 1 and 4 angle 4، أيضا في عندي 3 و 6 angle 3 وانجل 6، سكر القوس افتح قوس اخر، واخر زوج راح يكون عندي الانجل 2 الزاويه 2 والزاويه 5. وبالنسبه هو طالب مني نيم اول ذا انجلز ذات از ادجيسنت تو انجل 3، عايز الزوايا المجاوره للزاويه 3. فهنا هتكلم عن الادجيسنت انجل او الزاويه المجاوره للزاوية 3، فأنا حركز على الزاوية 3 أنجل 3، هذه هي الأنجل 3، فراح يكون عندي الزوايا المتجاورة ليها هي أنجل 2 لأنه مشتركين في ضلع ورأس، so angle 2 is adjacent، وأيضا عندي الأنجل 4 حيكون أيضا adjacent، so angle 2 وأنجل 4. أو ممكن يعطيني application للـ vertical angles. طبعا نحن عارفين ان الزوايا المتقابلة بالرأس او الـ vertical angles are congruent، متساويين في القياس، فانا عارف ان الزاوية 115 والزاوية 2x plus 5 حيكونوا متقابلين بالرأس لانهم لديهم نفس الرأس ومتقابلين، فمعناها راح يكونوا متساويين في القياس. فهو طالب مني اني اوجد قيمة الـ x، write and solve an equation to find the value of x. This is quite easy. معناها ان هذه الزاوية 2x plus 5 راح تساوي 115. الان عندي simple two step equation، معادلة من خطوتين استطيع اني احلها. في البداية هذه هنا الx موجودة عندي في يسار اليساوي، فمعناها عشان اوجد قيمتها لازم اتخلص من جميع الارقام في الطرف اليسار، فدائما وابدا ابدأ بعمليات الجمع والطرح واتخلص منها في البداية. فعندي عملية جمع تخلص منها اني اطرح 5 من الطرفين، فحيتبقى لدي 2x يساوي 115 ناقص الخمسة 110. الان اتخلص من الاثنين. كيف ممكن اتخلص من الاثنين؟ الاثنين مضروبة بقيمة x، فعشان افك عملية الضرب لازم اعمل الانفرس اوبريشن او عكس عملية الضرب الا وهي القسمة، فحقسم في الطرف اليسار او الليفت هاند سايد باثنين، طرف اليمين أيضا باثنين، في النهاية حيكون عندي x يساوي 110 قسمة 2، حيطلع معي الجواب 55، معناها قيمة الـ x 55. أيضا بالنسبة للسؤال التالي، عندي زاويتين vertical angles متقابلات في الرأس، فمعناها أن قيمة 2x الزاوية 2x راح تساوي الزاوية 120. هو طالب مني قيمة الاكس، الاكس في الليفت هاند سايد، I need to cancel out 2، هقسم 2 في الطرفين، يكون عندي في النهاية x equal 60، الاكس راح يساوي عندي 60. Very simple questions. أو ممكن يعطيني 2 adjacent angle، ولاحظ هنا على عكس الـ vertical angles، قلنا الـ vertical angles هي زوايا متقابلة بالرأس. صحيح ان الزاويتين التاليات متشاركين في نفس الرأس لكنهم غير متقابلات، فهنا انا عارف ان هذا الانجل وهذا الانجل 2 adjacent angle، لازم يكون مجموعهم 180. السبب لان الزاويتين نسميهم linear pair موجودين على خط مستقيم، واي زاويتين موجودين على خط مستقيم مجموع قياساتهم لازم يساوي 180، او زي ما تعرفون في lesson number 8.3 supplementary angles زوايا متكاملة.
فمعناها إن الزاوية الأولى 5x plus 95 should equal لازم يساوي قياس 180 degree. فهنا عندي مرة أخرى simple two step equation، ممكن أوجد قيمة الـ x بسهولة، تخلص في البداية من عملية الجمع، حطرح 95 من الطرفين. إذن بعد طرح طرفي المعادلة من الـ 95 حيكون عندي الـ 5x راح يساوي 180 ناقص الـ 95 حيطلع معايا 85. فعشان أتخلص من الخمسة، بما أن الخمسة مضروبة في الـ x عكس عملية الضرب قسمة، فحقسم طرفي المعادلة بالخمسة. الخمسة divided by 5 is 1، so x يساوي 85 قسمة 5 حيطلع معايا الجواب 17. So the x value would equal 17. هذا بالنسبة لأسئلة identify the vertical with adjacent angle. بالنسبة للسؤال الرابع identify the complementary with supplementary angle. قاعدة الكومبلمنتري يا شباب، الكومبلمنتري انجلز هي أي زاويتين مجموعهم 90 degrees. فهنا معطينا بعض الزوايا given the measure of an angle that is complementary to the given angle، وعايز قياس الزاوية وتكون الزاوية هذه complementary مع الزاوية المعطاة. بما أن قياس الزاوية الأولى 45 فالزاوية الثانية راح يكون ما تبقى لدي من 90. فبكل بساطة حطرح مجموع الزاويتين 90 ناقص 45 حيطلع معايا ان قياس الزاوية يجب ان يكون 45 degrees. بنفس الطريقة بعطيني السؤال الثاني، الزاوية الاولى راح تكون 20، قياس الزاوية راح يكون ما تبقى من 90، ف 90 درجة 90 degrees ناقص 20 I will have 70 degrees. The last one 90 degrees minus 54 degree حيعطيني قياس الزاوية 36 degree. في any two complementary angles لازم يكون مجموع قياسهم 90 درجة. أيضا بالنسبة للأسئلة التالية حيكون في عندي، بالنسبة للسؤال التالي هذا خطأ مطبعي، not complementary، أنا عايز الزوايا يكونوا عندي supplementary here. والsupplementary angle القاعدة أي زاويتين مجموعهم 180 درجة 180 we call them supplementary. فبيعطيني قياس الزاوية الأولى 128 وطالب مني قياس زاوية تكون supplementary مع الزاوية اللي هي قياس 128، فحيكون ما تبقى لدي من 180، ف 180 ناقص قياس الزاوية المعطاة 128 يعطيني في النهاية ان قياس الزاوية 52 52. وبنفس الطريقة اذا كانت الزاوية الاولى 160 قياس الزاوية الثانية راح يكون ما تبقى لدي من 180، so 180 minus 160 the angle will be 20 degrees 20 درجة. وآخر زاوية راح يكون عندي 180 minus 50 راح يعطيني الجواب 130 degrees. So supplementary complementary angles مجموعهم 90 درجة، supplementary angles مجموعهم 180 درجة. الآن في عندي بعض الأسئلة. بالنسبة للسؤال التالي write and solve equation to find the value of x in each figure. ألاحظ أن هذه الزوايا عبارة عن زوايا قائمة أو زوايا 90 درجة، فمعناها هذه الزاويتين لازم يكون عندي complementary، يعني مجموع الزاوية الأولى اللي هي 4x زائد الزاوية الثانية 22 لازم يكون مجموعهم 90. So I can write the equation 4x قياس الزاوية الأولى زائد قياس الزاوية الثانية 22 راح يساوي عندي قياس الزاويتين
بما أنهم complementary اللي هو 90. Now الآن عندي two step equation أستطيع أني أحلها، فحتخلص من عملية الجمع في البداية عكس عملية الجمع الطرح، فحطرح 22 من الطرفين، حيكون عندي في النهاية 22 ناقص 22 cancel out 4x equal 90 ناقص 22 راح يطلع معايا 68. الآن حتخلص من الأربعة أو divide by 4 on both sides، في النهاية راح يكون عندي x equal 86 divided by 4 راح يطلع معايا الجواب 17، so x will equal 17. وبنفس الطريقة الزاويتين، ولاحظ هذه العلامة، العلامة باللون الأحمر معناها إن قياس الزاوية لازم يكون عندي 90، والزاوية راح تكون مقسومة إلى جزئين، فمعناها إن الـ x plus 2 زائد 65 راح يساوي 90. هنا ممكن أعمل شوية simplification، ممكن combine the like term، ممكن أجمع الاثنين مع الـ 65، 2 زائد الـ 65 راح يعطيني 67 أو 67 equal 90. طبعاً الآن عندي one step equation، حتخلص من عملية الجمع addition equation عكسها عملية الطرح، so minus 67 minus 67 يكون عندي في النهاية الـ x يساوي 90 ناقص 67 يطلع معايا 23. And the last question هيكون عندي x ناقص 7 على قياس الزاوية الأولى زائد قياس الزاوية الثانية راح يساوي قياس الزاويتين 90 درجة. هنا في عندي رقمين ممكن أضمهم في بعضهم البعض لكن الإشارات مختلفة، حيكون عندي كأنه سالب 7 زائد 43 حيطلع معايا الجواب plus 36 زائد 36 راح يساوي 90. بنفس الطريقة حتخلص من عملية الجمع عكس عملية الجمع هي عملية الطرح، لأن في النهاية يا شباب هدفي إني I isolate the variable، إني أوجد قيمة الإكس، فلازم أتخلص من أي رقم هيكون عندي بجانب الإكس أو مرتبط بالإكس بعملية حسابية. حيروح عند الرقمين، في النهاية راح يكون عندي الـ x يساوي 90 ناقص 36 يكون عندي 54. وبنفس الطريقة إذا معطيني الآن إن الزاويتين supplementary، ممكن في السؤال ما يذكر لي هل الزاوية complementary ولا supplementary، لكن من الشكل I can know هل الزوايا supplementary أو complementary. إذا الزاويتين adjacent يعني بجانب بعضهم البعض، زوايا متجاورة وعلى خط مستقيم، معناهم إن الزوايا هذه عبارة عن supplementary angles، فلازم يكون مجموعهم، لاحظ أول ما أرسمهم عبارة عن نصف دائرة، مجموعهم لازم يساوي 180. فحل السؤال الأول بكل اختصار راح يكون عندي قياس الزاوية الأولى 7x زائد قياس الزاوية الثانية 110 لازم يعطيني 180. هنا هتخلص في البداية من 110، فحيكون عندي ناقص 110 في الطرفين. هيروحوا مع بعض، حيكون عندي في النهاية x 7x equal 180 ناقص 110 يعطيني 70. الآن حتخلص من السبعة، السبعة مضروبة في الإكس وعكس الضرب راح يكون عندي قسمة، حقسم بسبعة في الطرفين، سبن هتروح عندي مع السبن، في النهاية الإكس والإيكوال 70 قسمة السبعة اللي هي 10. أيضا بنفس الطريقة عندي زاويتين على خط مستقيم ومتجاورتين adjacent، so these two angles الزاويتين راح يكون عندي supplementary. حيكون عندي 72 زائد قياس الزاوية الثانية x زائد الأربعة، لا
لازم يساوي 180. هنا في عندي بعض التبسيطات، في عند الأربعة والاثنين وسبعين two constants أرقام ممكن أضمهم مع بعضهم البعض، 72 زائد 4 يعطيني 76، فالمعادلة راح تتحول عندي x زائد 76 equal 180. هتخلص الآن من زائد 76 minus 76 from both sides من الطرفين، these two will cancel out، x يساوي 180 ناقص 76 يكون عند الجواب 102. or 104. السؤال الأخير عندي زاويتين أيضا متجاورتين وعلى خط مستقيم، فمعناها أن مجموعهم لازم يساوي 180، فال 2x زائد 86 equal 180. two step equation، في البداية حتخلص من عمليات الجمع فحطرح 86 من الطرفين، هيروح عندي these two will cancel out، 2x راح يساوي عندي 180 ناقص 68 يكون عندي 94. بعدها اتخلص من الاثنين، الاثنين مضروبة في الاكس وعكس الضرب قسمة، حقسم باثنين في الطرفين، حيكون عندي في النهاية الجواب قيمة الاكس راح تساوي 94 قسمة الاثنين او الهاب 47. السؤال الأخير في الجزء الورقي classify and draw triangles freehand with tool and with technology given a certain condition. فهنا حتكلم عن المثلثات وكيف ممكن أوجد الزوايا المجهولة وأيضا كيف ممكن أسميها على حسب الزوايا وأيضا على حسب الأضلاع. ففي البداية نقرأ السؤال رقم 9. The figure shows Oak Creek tail which is shaped like a triangle. Solve the equation 61 plus 78. بالنسبة للسؤال التاسع، The figure shows an Oak Creek trail which is shaped like a triangle. Solve the equation 61 plus 78 plus x equal 180 to find the value of x. فأنا المطلوب مني إني أوجد قيمة الزاوية التالية. Then classify the triangle by its angle. لازم أذكر نوع المثلث على حسب قياسات الزوايا وأيضا by its sides على حسب أطوال الأضلاع. معطيني طبعا أطوال الأضلاع لكن الزوايا في عندي الزاوية x ناقصة. فأول خطوة هو إني أوجد قيمة الزاوية عن طريق المعادلة. ففي المعادلة عندي الإكويجن هي عبارة عن 61 زائد 78 زائد x راح يساوي 180. هنا حعمل بعض التبسيطات، في left hand side في عندي 2 constants فممكن أضم الرقمين مع بعضهم البعض، ف 61 زائد 78 راح يعطيني 139 زائد x يساوي 180. فهنا بكل بساطة عشان أوجد قيمة الإكس لازم أتخلص من 139، حطرح 139 من الطرفين لأن المعادلة معادلة جمع وعكس الجمع طرح، فحيكون عندي قياس الزاوية إكس 180 ناقص 139 حيطلع معايا 41 درجة. فمعنى هذا الكلام أن قياس الزاوية راح يكون عندي 41 degrees. الآن بالنسبة لتسمية المثلث ممكن نسميه بالطريقة التالية. في البداية لو نظرنا إلى كل الزوايا، الزاوية الأولى عبارة عن 61 61 acute angle زاوية حادة، والزاوية الثانية 78 acute angle زاوية حادة، والزاوية الثالثة 41 أيضا زاوية حادة. بما أن كل الزوايا عبارة عن زوايا حادة كلهم acute angle،
فالمثلث هيكون عندي حصلنا في المثلث حسب الزوايا as an acute. الآن بالنسبة للأضلاع، لو نظرت إلى طول الضلع الأول 1.2، الضلع الثاني 1.1، الضلع الثالث 0.8، فجميع الأضلاع مختلفة عندي في المثلث، فمعناها راح يكون عندي مثلث مختلف الزوايا أو اللي نسميه scalene. Scalene triangle is a triangle where all the sides are different length. فهيكون عندي المثلث acute scalene triangle. هذا بالشكل المختصر هيكون تسمية المثلث. وبنفس الطريقة للشكل الآخر، في عندي مثلث ومعطيني المعادلة التالية عشان أوجد قيمة الإكس أو الزاوية المجهولة. ففي البداية حوجد قياس الزاوية المجهولة، حيكون عندي 38 plus 104 plus x should equal 180. هنا هعمل بعض السيمبليفيكيشن وبعض التبسيط، حجمع 38 مع 104، 38 زائد 104 راح يعطيني 142 زائد x يساوي 180. هتخلص الآن من 142 إني أطرح 142 من الطرفين، فقياس الزاوية X so these will cancel out, so I will have 180 minus 142. هيطلع معي الجواب 38. فمعناها قياس الزاوية X رح يكون عندي 38. الآن لو نرجع لتسمية المثلث ألاحظ حسمي المثلث بالنسبة للزوايا، بعدها حسمي المثلث بالنسبة للأضلاع. لو لاحظت الزاوية الأولى أقل من 90، هي حتكون زاوية حادة، this is an acute angle يعني. الزاوية الثانية أكبر من 90، وقلنا الزاوية الأكبر من 90 نسميها obtuse angle أو زاوية منفرجة. الزاوية الأخيرة اللي وجدناها X هي 38، أيضا راح تكون عندي acute angle. وقلنا أي مثلث توجد فيه فقط one angle، زاوية واحدة منفرجة أو زاوية واحدة أكبر من 90، حنسمي المثلث obtuse triangle. راح يكون عندي المثلث أو تصنيف المثلث حسب الزوايا obtuse. الآن بالنسبة للأضلاع، لو شفنا طول الضلع الأول 30 مايل، طول الضلع الثاني 30 مايل، في عندي ضلعين متساويين، وطول الضلع الثالث 47 مايل، والمثلث اللي فيه ضلعين متساويين نسميه isosceles أو مثلث متساوي الساقين. فالمثلث راح يكون عندي obtuse isosceles triangle. فدائما عند التسمية نبدأ أول شيء بتسمية بالنسبة للزوايا، بعدها التسمية بالنسبة للأضلاع، وننتهي بكلمة triangle مثلث. Question number 11. Reason abstractly without drawing. بدون رسم المثلث. How do you know a triangle with 95 degree and the 95 degree and a 5 inch side is not possible. الآن نحن عارفين إن لأي مثلث، هذا فقط للشرح، إن مجموع الزوايا الداخلية لأي مثلث، إذا جمعت الزوايا اللي داخل المثلث لازم مجموع قياساتهم يساوي 180. فإذا أنا قلت في عندي زاوية قياسها 95 وزاوية أخرى 95، إذا جمعنا قياس الزاويتين فقط بدون إيجاد قياس الزاوية الثالثة، هنلاحظ 95 زائد 95 يساوي 190، يعني أكبر من 180، وأنا لسه في زاوية ما وجدت قياسها، معناها this is not possible. So this is not possible. Because
The sum of interior angle because the sum of two angles لأن قياس الزاويتين is larger than 180 لأن فقط قياس الزاويتين أكبر من 180 ونحن عارفين أن قياس الثلاث زوايا لازم يكون بالضبط 180. Find the value of x أوجد قيمة x in the diagram then find the supplementary of the missing angle. فعشان أوجد السبلمنتري لقيمة الإكس لازم أوجد قيمة الإكس. عشان أوجد قيمة الإكس أنا عارف إن مجموع الزوايا لازم يكون عندي مجموعهم 180 أو ممكن أستخدم هذه القاعدة. أنا عارف إن قياس الزاويتين راح يكون عندي سبلمنتري فمجموع الزوايا الداخلية لازم يساوي عندي 180 فالزاوية الأولى إكس زائد الزاوية الثانية 50 زائد الزاوية الثالثة 90 لازم مجموعهم يكون عندي 180 فهنا ممكن أعمل بعض التعديلات أجمع 50 مع 90 حيكون عندي x plus 140 حيساوي 180 الآن عشان أوجد قيمة x حتخلص من 140 minus 140 من الطرفين يكون عندي x يساوي 180 ناقص 140 هيكون قيمة الإكس 40 فبعد ما وجدنا قيمة 140 أو وجدنا قيمة الإكس اللي هي 40 طالب مني أني أوجد قياس الزاوية اللي راح تكون عندي supplementary للزاوية إكس اللي قياسها 40 نحن قلنا supplementary angles مجموعهم لازم يكون عندي 180 supplementary angles لازم مجموعهم يكون عندي 180 فإذا قياس الزاوية الأولى x يساوي 40 قياس الزاوية اللي هو طالبها مني supplementary لازم تكون ما تبقى لدي من 180 180 ناقص 40 معناها قياس الزاوية الثانية لازم يكون عندي 140 40 درجة عشان تكون supplementary مع الزاوية x كده ونكون وصلنا إلى نهاية حل الهيكل أو حل الجزء المقالي أو الورقي من اختبار الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات أتمنى لكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.